كل الشوارع اللي احنا جايين عليها دلوقتي هذا يمكن ده اكتر ده شارع اعرض شارع فيه ما يدخلش عربيه اسعاف كبيره عربيه مطار في قدر ما كده. وزي ما انتم شايفين حياه الناس ازاي. على كل حال انا بطرح ده علينا كدوله وكمان للراي العام بقول له ده الحال. لو ما انتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسينا والحكومه سبقت الناس في الطلب يعني تلبي طلبهم في الاسكان صدقوني الدوله كلها هتبقى كده. احنا بنتكلم في 50% من مساحه الدوله كده بالظبط. يعني حد صور الخصوص يا دكتور مصطفى بالظبط يا فندم مش كده نفس كده العمليه حد صور الخصوص نفس المنظر ده تقريبا نفس طيب. الشكل الناس عايشه ازاي يعني الناس هتبقى عايشه. طب الناس اللي هتطلع من هنا كاطفال صغيرين هيطلع من ازاي لا ده تكلفه التعليم هنا عندهم اكتر من اي حته تانية لان هو ما عندوش هيمشي بابنه ده او بنته مسافه كبيره جدا لاقرب ما فيش مدارس جوه كتير تحل المساله ما حدش عمل عشان يعني الموضوع مش مترتب